بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا اليوم ساتحدث لكم عن التسليم. لماذا ان في سن المراهقه لماذا يدخلون؟ ان رفاق السوق يتعلمون من الاباء، والاباء يتعلمون من الاجداد، والاجداد يتعلمون من الاولاد. ان الناس القديمه، انا ارشدت والدينا ان لا يدخل، لانه يسبب لك السرطان وفقر الدم ويسبب عدة الامراض. لانه اخواني انه ذكرها، لانه لماذا لم تدخل رفاق السوق؟ انا مثلا الحين واحد منهم صايم، وانا الحين انا صايم وهو مفطر. لماذا هو دخن وانا انا صايم؟ هيك انا حقي في التنفس، انا حقي في العيش، انا حقي في كل شيء، اشتغل نفس تنفس حلو. هلا مثلا انه بنلاقي واحد في الطريق بيجي بيحكي لي انه انا ليش يعني انا ما بدخنش، بحكي له انه هذه مضره. هيك بقول لي يعني طبعا لانه مدخن، بقول لي لا هذه مش مضره. بس لما يجي نفتح على النت ونشوف اضرار التدخين، لما يشوفها